حبيبي هلا محمد. سلام الأفضل يا سلمان. كيفيت؟ تعال صورة. تعال حمود تعال. بس اسمع في لعبة دائما العب فيك فيها صح ولا لا؟ الحين المركز الثاني صح؟ لا دائما العب فيك ابو صالح. صور المركز الثاني. المركز الثاني. المركز الثالث. لا دائما العب فيك صراحة كنت مركز الأول بعدين. أنت ما قد فزت صالح ما قد فزت. والله فزت. لا تحلف بالله لا تحلف. ياسر الحكم. ياسر. ما فزت؟ لا. والله تعجبني. اهلا وسهلا مبروكين ان شاء الله. هلا محمد قلبي يعطيك العافيه. نقول له وش صار بالسفره؟ لا ابو لطيفه انا طالع منها. ابو لطيفه انت اكبر واحد. ماني مقايل انا خلاص. مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم. اعتذر انا ما كملت المباراة لاني طلعت شفت شوط ومشيت وما ادري يقولون فاز الهلال بس انا ما حرصت على المباراة. لكن الشيء الجميل اللي انا شفته كثير من الجماهير غادرت مع بداية الشوط الاول او نص الشوط الثاني عفوا كلهم من اجل انهم يلحقون على الصلاة. تعرفون الصلاة القيام في المنطقة الشرقية تقام الصلاة من 12 ربع 12 ونص. فالحمد لله اللي الله من علينا وتفضل علينا وان قمنا هذه الليلة العظيمة ليلة 27. هذه الليلة اللي يتمناها الالاف من الاشخاص المحرومين. فاللهم لك الحمد والشكر على نعمه الكثيرة. حتى وانا في الصلاة بعد ما خلصنا من الإمام شفت كثير من الجماهير أو بعض الجماهير لابسين تيشيرتات الهلال يصلون في المسجد. فالحمد لله اللي أمن علينا أننا لحقنا وصلينا هذه الليلة. وفعلا يعني
أعترف لكم أن ما في توافق أبدا في ذا الليلة بين كورة ولا بين أي مناسبة ثانية. سبحان الله، لا يوجد مناسبة في هذا الليل إلا مناسبة الدعاء والمناجاة والذكر والاستغفار وكثر والإلحاح من عمل الخير وفعل الخير. فسأل الله القبول دي ولكم في هذا الشهر اللي خلاص قريبا بيودعنا، لكن صاحب الحظ هو من يفوز ويطمئن داخليا قبل كل شيء مع نفسه بما قدم في هذا الشهر الكريم. حبيت أوضح لكم بسبب عدم نزول التغطية، هذا هو السبب. وفقكم الله في أي مكان كنتم، فمان الله. مبروك يا زعماء، 3 نقاط ورباعية وصدارة بس وانتصارات مثالية. خلاص هذه عادة، هذه عادة. لا تجي واحد يقول الهلالي منغرف نفسه، يحق للهلالي ينغرف بنفسه دام هذا فريقه. وانا داري، انا الحين توني طالع من الملعب، ادري ايش قاعد يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، انه الهلال لازم في كل مباراة يشعل على ركلة الجزاء. خذ ركلة الجزاء وحطها في جيبك، تمام؟ خذ ركلة الجزاء وحطها في جيبك، حنا فزنا بنتيجة كبيرة، يعني بركة الجزاء بدون ركلة الجزاء فايزين فايزين. فالحمد لله نعمة الهلال، مبروك زعماء، انتصار الانتصار بإذن الله. بس والله الف الف مبروك يا عالمي، حالات الفوز اليوم بالبلنتي، واللي سجل والصقر، والله ينجوي. والف الف مبروك يا عالمي، و32 وعلى مستوى العالم. بس حالات الفوز وطعم الفوز اليوم بالبلنتي، اللهم لك الحمد، شكرا على البلنتي وعلى الفوز. الوعد السوبر ان شاء الله ابو ظبي، الوعد السوبر، السلسله مستحيل احد باذن الله يكسره. سؤال صغير، ايش معنى كلمة هارد لك؟ بس طعم الفوز اليوم بالبلنتي منو يرعى الخفس، والله يا لوموسطي.